اهلا على بركة الله مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين شوف تي في اينما كنتم داخل وخارج الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة اخرى في بث مباشر من هنا من الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء او المنتزه القريب من المسجد الحسن الثاني. اليوم صراحة مياه البحر كما تشوفوا معايا على الصورة، بحر هادئ شوفوا معايا، هل سيكون الهدوء الذي يسبق العاصفة بمعنى أنه نقدروا من بعد هذا الشيء نشوفوا شي أمواج كبيرة، شي هيجان. لاحظوا معايا دابا حاليا هدوء تام في البحر. نخليكم مع الصوت ديال البحر. عشاق البحر، شوفوا معايا هذا الهدوء والماء الزرق، الماء الزرق سبحان الله، بحر نقي سبحان الله، بحال شي حاجة درتي لها الفيديو. الصوت الزرقاء ديال المياه سبحان الله العظيم، قليله باش كنشوفوها، يعني مول كتلقى البحر في جوج الالوان، كتلقى جهه كحله وجهه خضراء، اولا جهه فيها الزرق وجهه فيها الخضر، يعني حاليا سبحان الله العظيم
يا سلام. سعيد ياك اخويا ياك اخويا سعيد سحنو البحر هادئ، يعني هذه فرصة ديال الحراقة. واخا سي سعيد كنشكروك على النصيحة، هذه نصيحة من وزارة الصحة، بغيت تخرج على قبيلة ياك. الحمد لله المغرب يعني شاء من شاء وأبى من أبى، راه الحمد لله غادي في واحد الطريق اللي أكيد راه فقط بعض عديمي الضمير هما اللي أخروا العجلة ديال التنمية شوية، ولكن راه بجهد الله المغرب بلد أولياء الصالحين وبلد حملة القرآن وحفظة كتاب الله، أكيد غادي يمشي من حسن إلى أحسن إن شاء الله. أكيد هذا الشيء اللي كنفكروا فيه في أوروبا راه غادي يكون هنا إن شاء الله. وتكلمتي على إسبانيا، إسبانيا راه ازدهرت حتى 82 في تنظيم كأس العالم 1982، عاد ازدهرت إسبانيا. شوف هاد الباركو دابا هو غادي، شوف هاد الباركو دابا راه خارج من المرسى دابا، شتي هو غادي، هاهو غيقرب لهاديك، هاهو هاهو غادي. هاو الشيء وصل حدا ديك السفينة الكبيرة، هاو راه ديز محدا هذا، هاديك السفينة حيت راسية دابا، لي حدوك المراسي تسمى المرسى، ومكان رسو ديال السفن، لان هاد السفينه دابا راه راسيه. اذا على هاد الاجواء الجميله، هاد البحر الهادئ وهاد الامواج الزرقاء، زرقاء زرقاء اليمامه، غادي نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. إلى اللقاء.